هناك مجموعة من المعتقلين المرتبطين بهذه الميليشيات الولائية، واليوم الملفات الخاصة بهم اللي مارسوا عملية القصف العشوائي للكاتيوشا، سواء تجاه السفارة الأمريكية أو البعثات الأخرى أو الشركات أو المواقع العسكرية وغيرها من التفاصيل، أصبحت اليوم معروفة. هناك أكثر من 47 أو 46 ميليشيا مرتبطة بإيران وبالاستخبارات الإيرانية وبالحرس الثوري الإيراني. هذه العينة اليوم الموجودة واللي قادت عبر التحقيق إلى الكشف عن تفاصيل أيضا مهمة ممكن تشكل طريق باتجاه إحالة كل هذه الجرائم اللي ارتكبت واللي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الدبلوماسي 1961 اللي موقع عليه العراق، واللي شكل التزامات مهمة جدا من قبل الحكومة العراقية وكل الحكومات بالعالم تجاه البعثات الدبلوماسية. هذه مسألة دولية وليست مسألة مزاج وياهو اللي يعجبه يسوي له مقاومة ويقوم يضرب صواريخ على هذه السفارة أو على هذه البعثة أو تلك. حتى هذا الإيقاف أو الهدنة المشروطة هو لا يجوز لمنظمات مع احترامي إلها أيا كانت أن تفرض شروط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الحكومة العراقية. يعني لا يجوز مهما كان موقع هذه الميليشيات أو الكتائب المسلحة في المجتمع العراقي أن تفرض شروط على رئيس الوزراء وشروط على الحكومة وشروط على الأمريكان وغيرها من التفاصيل. يعني هذا غير معقول ويطرح لنا قضية إشكالية معقدة، هي هذه مسألة الدولة العميقة والدولة ضمن الدولة وهذه المجموعات اللي هي خارجة عن القانون، خارجة على الدستور، خارجة على قرارات مجلس النواب، سياسات الحكومة العراقية، رئاسة الجمهورية. كل هذا اللي يحصل يقود البلد إلى فوضى خطيرة، يقود البلد إذا وضع على يعني مثل ما نقول أفغنت العراق أو لبننت العراق وغيرها من التفاصيل. هذه مشكلة كبيرة، وأنا أعتقد ما زال أمام السيد الكاظمي عبر هذه العقلانية، عبر الجهود اللي ممكن يبذلها مع الدبلوماسية الأوروبية، برلين، باريس، لندن اللي تحتفظ أيضا بعلاقات مع إيران، أن يسلط أيضا ضغوط على دولة ولاية الفقيه لكي تمتنع عن الاستمرار بدفع العراق نحو هذه الفوضى والحروب اللي لا معنى لها.